بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. سنتكلم عن فوائد اليقطين. اليقطين ويسمى بالدارجة المغربية القرعة الحمراء أو القرع العسلي، ويسمى كذلك بكدو، ويسمى بالدباء كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الطبيعة ديال هاد اليقطين بارد رطب، بارد رطب، من المأكولات الباردة الرطبة. والمأكولات الباردة الرطبة يعني أول حاجة كتلعب على السداد، على الكبد والطحال. قبل ما غادي نتكلموا عليه لابد غادي نتكلموا كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن اليقطين او القرع او الدباء كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول وكما جاء في الاثر، قال الرسول يا عائشه اذا اطبختم قدرا فاكثروا فيها من الدباء فانها تشد قلب الحزين. الدباء القرع العسلي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى أمنا عائشة، أي قال قولي لأمتي أن يكثروا من أكل اليقطين، من أكل القرع العسلي، من أكل الدباء، لأن فوائدها كثيرة 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 جدا. جاء الطب الحديث وتكلم عن بعض مكوناتها، يعني كما كان علم وعلم اليقين بأن المكونات والمواد الفعالة التي تمتز بها اليقطين معروفة على الشكل التالي: أولا نسبة كبيرة من الماء، يعني 90.7% من الماء، وكذلك بالنسبة للسكري يأكلها ما يخافش منها 6.5% من النشويات، البروتينات 1.1، الدهون 0.2، انتبهوا مزيان، الدهون 0.2، أي أنها كتنقي الجسم من كل البلاغم الرديرة. الرماد 1.73%، هادشي اللي جات فيه الدراسات الحديثة على اليقطين. كما كنعرفوا بأنها تتمتاز بفيتامين أ وبي وجي، ألف وباء، يعني فيتامين سي وبي وجي. هاد الفيتامينات هذه كلها كيحتاجها الجسم، وكذلك كتمتاز بالكالسيوم والزنك والفوسفور والمغنيزيوم والمنغنيز والكوبالت والبوتاسيوم. الكوبالت المهمة ديال الكوبالت أنه تقوم بتوسيع الشرايين ديال القلب بواحد التوسيع عقلاني، وبالتالي كيخلي الدورة الدموية كتمشي بواحد الشكل ممتاز في الجسم. غنتكلموا على القرآن الكريم، فاش وصفها الله سبحانه عز وجل نبي الله يونس عليه السلام. يونس عليه السلام عندما كان في ظلمات بطن الحوت، يعني ظلمات البحر زائد ظلمات بطن الحوت، واحد المدة طويلة وهو في البحر، يعني حتى الجسم ديالو فقد جميع القوة ديالو. والقرآن يتكلم كيف هو أصبح قديما، وكيفاش هو في آخر بقى يستنجد بالله سبحانه عز وجل. وكنشوف القرآن الكريم لولا أن يكون سبحين لبس في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكن لما شاء الله سبحانه عز وجل وغترميه ديك الحوتة ديال النون ودنوني إذ ذهب مغاضبا لهي لبالين، أرمته في شاطئ البحر في أرض قاحلة. والقرآن يتكلم وألمدناه بالعراء، العراء أرض قاحلة، أرض لا نبات فيها. حالته الصحية يتكلم عن القرآن وهو سقيم، أي أنا حالته الصحية كذلك الجنين الذي يخرج من بطن أمه إلى الدنيا لا يهش ولا ينش. إذا لا بد له أن يصف له مأكولات قوية بمعادن، كالسيوم والبوتاسيوم والزنك والكوبالت. الله سبحانه وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، هناك يجي الدور ديال اليقطين.
بدأ يأكلها ويضمضم بأوراقها حتى عفي وصار قويا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إذا هذه المأكولات، هذه الخضرة هذه أو هذه الأكلة هذه اللي هي أصلا جامعة بين الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، تكلم عنها الرسول ويوصي أمنا فأكثر فيها من الدباء. وهناك أحاديث أخرى على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم ذاك الخيار، وإذا برسول يتبع القرعة من حول الصفحة، والأحاديث معروفة وأحاديث صحيحة. إذا لقيمتها الغذائية، يا ترى واش عطينا حقها ولا لا؟ من الفوائد اللي غنتكلم عليها بعجالة، الفوائد ديال اليقطين أنه ينشط الكبد والكلي وينقيهما، منشط للكبد والكلي وينقيهما، مقشع طارد للبلغم، منقي للصدر، ينقي الدهن، ويقوي الذاكرة. حتى لحفاظ القرآن، حفاظ الأحاديث، حفاظ الدروس، ممتاز للذاكرة، يفرح القلب ويشجع النفس ويسلي عنها الهموم، يقضي على التهاب واحتقان البروستات بالنسبة للرجال، يساعد كذلك على طرد السوائل الضارة من داخل الجسم إلى الخارج. نبخة اليقطين تعالج الحمرة ومشاكل الجلد في البشرة. بالنسبة لي هو ضعيف، تمزج مع الصفرجل بعض المكسرات، مطبوخة بالصفرجل والمكسرات ويحلى، ممتازة جدا. بالنسبة كذلك تعالج أورام الركب والردود والكدمات ضمادا وأكلا، ضمادا وأكلا. يعالج الحمى، ردوا البال، إذا أكل لبه، وإذا مزج لبه مع الخل صالح لخفقان القلب. كذلك أنها تعالج الوسواس والجنون والصداع مطبوخا مع السكر. ولما أتكلم عن السكر أتكلم عن سكر نبات يباع عند العشابين أو السكر الأسمر. كذلك أفضل غذاء على الإطلاق، لا يضيء أي غذاء لأصحاب مرض السرطان والإيدز، لأنه يحتوي على الكاروتين بنسبة عالية 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 جدا. إذا هذا هو اليقطين اللي تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن الطبيعة ديال الأكل ديالو بارد رطب، بارد رطب، بارد رطب، يعني فيه اعتدال. إذا هذه هي اليقطين، حافظوا عليها وهرولوا إليها، لأنها موصوفة من قبل الله سبحانه عز وجل في الكتاب العزيز، وموصوفة كذلك من قبل خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أخي أبو ياسر الراقي، السلام عليكم ورحمة الله. أخي أستاذ موسى، نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخي أبو ياسر، حياك الله وياك، وجعل الجنة مثواك، باركك الله سبحانه عز وجل. أخي الفاضل، وأنا كذلك بدوري أحبكم جميعا في الله، ولا تنسون من خالص دعائكم، ونتمنى من الله سبحانه عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي الحمد لله كينتظرونا، اللي بادين معهم عقلنا التشجير، بالنسبة للإخوان اللي كاينين في الجهة ديال الأطلس، إن شاء الله هذا الأسبوع راه غنضرب لكم إطلالة. عمدرا فين وصلت البودرة، الشجرة ديال الأفوكا، واش أنا نوريها لكم هنايا باش تعرفوها مزيان. شجرة الأفوكا هي شجرة الأفوكا، الله يجزيكم بخير، هي شوفوها مزيان، هي شجرة الأفوكا. راه كنا درنا لها عقلنا التشجير بالنسبة لصحاب الأفوكا، راه إن شاء الله هذا الأسبوع غادي نشوف هذوك أصحاب التعاونيات في الأطلس فين وصلتوا مع الزراعة ديالها. ريتما إذا تمكنتم إن شاء الله غادي نبداو عاوتاني أشجار أخرى، وهي شجر الليمون ممزوج بالرمان. كيف تحصل على شجرة شكلها الخارجي هو أصفر وبداخلها حبات الرمان،
والله ولي التوفيق، حتى إن شاء الله بإذن الله إلى وقت آخر. نتمنى لكم صحة جيدة، والله ولي التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.